في الخبر ده من أول ما سمعناه. الخبر اللي جاي هو الحقيقة بناء على مصادر من برنامج مصر النهاردة. الخبر بيقول أنه وزارة الداخلية بتحاول أنها تستفيد من تجارب الدول الديمقراطية في شكل الضباط وسلوكياتهم وأخلاقهم والتعامل مع المجتمع ومع المواطنين بشكل مختلف، وهي محاولة للاستعانة بالخبرات من قبل الدول الديمقراطية في إطار بيلتزم به الضباط العاملين في جهاز الأمن الوطني. احنا معناش تقرير هنا؟ لا تمام. مش تقرير. تحت رعاية الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة، أقامت الجمعية المصرية النهاردة، الجمعية المصرية طبعا لتنمية قدرات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، معرض فني ببيت الأمة ضم عدد من الأعمال الفنية منها رسومات وأعمال يدوية وعزف موسيقي لذوي التوحد. كاميرا مصر النهاردة رصدت الأعمال النهاردة اللي حصلت في المعرض. تعالوا نشوف ونرجع لكم تاني. المعرض السابع لينا ضمن حملة توعية بالتوحد في مصر، دي ابتديناها من سنة 2005، ومن ضمن الحملة بنعمل فعاليات، والفعاليات من ضمنها المعرض ده. احنا بنحاول نوري الولاد في قدراتهم، يعني احنا دايما بنلاقي ان الرسالة عن الاعاقة اللي موجودة في مصر فيها نوع من الشفقة، وفيها نوع من ان هو دايما توري ذو الاعاقة وهو مش قادر يعمل حاجة، فاحنا بنحب نوري القدرات. فهي من ضمن قدرات الولاد ذوي التوحد الرسم. الرسم يعني بيعتبر مهم للاطفال اللي عندهم توحد من ناحيتين، ناحية علاجية يعني العلاج بالفن أو العلاج بالرسم، وناحية تحليلية اللي هي من خلال الرسم بنقدر نحن نكتشف، أو المتخصصين يعني يقدروا أنهم يستكشفوا إيه مكنونات التفكير في عقل ومخ الطفل. يعني المعرض ده كل الرسومات واللوحات اللي موجودة فيه كل اللي رسمها أطفال عندهم توحد. وبعد المعرض في حفلة موسيقية اللي مشارك فيها مجموعة من الأطفال اللي عندهم توحد. الأطفال ذوي التوحد مبدعين في الرسم، فأنا كان نفسي، كان عندي فضول شديد أشوف أولاد مصر عملوا إيه، لأني شفت كتب أجنبية حاجة مدهشة. بس بحقيقي المعرض النهاردة روعة، وما بقتش مصدقه يعني إنه ده شغل أطفال. أهم حاجة في قضايا الإعاقة هي الدمج، لأنه لازم ولادنا يقولوا إحنا موجودين، وإحنا نتعود على إن إحنا نشوف الأطفال ذوي الإعاقة، لأن كتير بنخاف منهم أو بنستغربهم. لكن هو معرض زي كده بيقدموا نفسهم بشكل متميز، ما فيش حد فينا ما عندوش إعاقة، وما فيش حد فينا ما عندوش نقطة تميز.